أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل في شريعة موسى الشدة، وفي شريعة عيسى اللين، وفي وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جمع الله له بين الشدة واللين؟ ما سمعنا هذا، ولكن بنو إسرائيل شدد الله عليهم عقوبة لهم، وحرمت عليهم أشياء كانت حلالا حلت لهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم، عقوبة، هذا تشديد عليهم من باب العقوبة، الآثار والأغلال التي كانت عليهم عقوبة لهم من الله عز وجل. وأما شرع الله لجميع الأنبياء فهو دين اليسر والسهولة والسماحة. نعم.